وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الخولاني المحلل السياسي اليمني. دكتور، على ماذا يحدث في معسكر تحالف دعم الشرعية؟ عفوا، هل برأيك هي بوادر الفشل وانتصار الحوثي وتقسيم اليمن؟ طبعا الحاصل في التحالف انه بدأ يتفكك نوعا ما، وذلك بخروج قطر من هذا التحالف، والآن يبدو أن هناك بعض الأجندات الخاصة بالعربية السعودية أو الإمارات كل على حدة. هذا من جهة. من جهة أخرى، الجميع يعرف أن الشرعية، ما يسمى بالشرعية اليمنية، هي يسيطر عليها من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح أو إخوان اليمن، وهؤلاء يعتبرون ضمن قوائم الإرهاب بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هي لن تسمح لهذا الحزب بالاستمرار في سيطرته على الشرعية اليمنية والتحدث مع المجتمع الدولي من خلالها. وبالتالي قوات الانتقالي التي تعتبر مدعومة من الإمارات تأتي في هذا الإطار، فهي تنادي باستقلال الجنوب، وترى في حزب الإصلاح عدوا لها، وبالتالي يأتي موقف الإمارات في هذا السياق. طبعا الموجود في اليمن هو في الأساس راجع لتنازع القوى الداخلية اليمنية، مما أتى للقوى الخارجية التدخل ومحاولة تحقيق المصالح الخاصة بها. نعم دكتور، الخارجية الإماراتية تؤكد في بيان لها وصفها قصف أقول لجماعات إرهابية في وقت أن هذه الجماعات حليفة للحكومة الشرعية في اليمن المدعومة من نفس التحالف، والذي تعد الإمارات جزءا، يعني أو تعد الإمارات جزءا منها. كيف تفسر برأيك هذا التناقض؟ هي ليست حليفة، هي جزء أساسي. هذه القوى المتشددة بين قوسين الإصلاح هي ليست حليف، هي قوى أساسية في ما يسمى بالشرعية، وبالتالي الإمارات لا تكن لها الود، وهي مصنفة في شارة الإرهاب لدى هذه الدولة أي الإمارات. وفي نفس الوقت أنا أشرت أن هناك أجندات خاصة لدى القوى المؤلفة للتحالف، ومنها من قد انسحب كقطر، ومنها يعني الذي يريد أن يحقق بعض الأجندات الخاصة به، وهي أجندات اقتصادية على كل حال. الإمارات تريد أن يكون لها موضع قدم في الموانئ، العربية السعودية تريد أيضا منفذ إلى البحر العربي. إذا الجنب الاقتصادي موجود في هذا الحرب على اليمن، لأنه في حقيقة الأمر التحالف خرج عن توجه. دكتور، دعني أسألك يعني عن رد فعل المملكة العربية السعودية، يعني التي باتت في موقفها او في موقف اقول لا تحسد عليه ربما في الوقت الذي تطالبها فيه الحكومه الشرعيه اليمنيه باخراج الامارات من التحالف وتؤكد على ذلك. يا عزيزي، بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه للاسف سواء يعني توجهاتها الخارجيه او حتى الامارات وغيرها من قوى المنطقة، جميع القرارات لهذه الدول الصغرى في هذه المنطقة الحيوية موجود في واشنطن، وبالتالي جميع التفاعلات
لا تخرج عن الخطوط الحمراء المرسومة من واشنطن. هذا من جهة. من جهة ثانية، التحالف صار له أكثر من 5 سنوات لم يستطيع أن يؤثر على الحوثي، بل أن الحوثيين سيطروا سيطرة يعني شديدة في الحديد والنار على شمال اليمن أو محافظة شمال اليمن، في حين أن المناطق المحررة التي مسيطر عليها من قبل ما يسمى بالشرعية تتآكل يوما بعد يوم لصالح القوات الانفجارية المطالب بالانفصال، وبالتالي لا يوجد أن هناك أفق لانتصار هذا التحالف عن طريق المعركة العسكرية. نعم دكتور، علي في حوار سياسي يجنب المنطقة الكثير من الدماء. شكرا دكتور علي الخولاني المحلل السياسي على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.